قدماه صغيرتان وله جناحان وأنثاه تضع بيضتان الطائر الطنان تابع معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء بدي أذكركم بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، ما تنسوا إذا عجبكم الموضوع شاركونا بالتعليقات. واليوم حديثنا إن شاء الله هيكون عن الطائر الطنان، فلنتعرف معا. الطائر الطنان أو الطمون أصغر طائر في العالم ويعيش في القارة الأمريكية، هو اسم لعائلة من الطيور الصغيرة الحجم، ويوجد منها أكثر من 300 نوع تعيش في الأمريكيتين. ومن أشهر طيور هذه العائلة طائر النحلة الطنان الذي يعتبر أصغر طائر على وجه الأرض، فيبلغ وزنه 1.8 جرام وطوله حوالي 5 سنتيمتر. والمضحك أن الضفادع تأكلها لظنها أن هذه الطيور هي مجرد حشرات، واشتق اسمها من صوت ضربات أجنحتها السريعة التي تتحرك إلى حوالي 80 ضربة بالثانية، وبموسم التزاوج توصل لل 200 ضربة بالثانية، وبيبلغ طول أطول الطيور منها 21 سنتيمتر. ومعظم طيور الطنان زاهية الألوان ولها أجسام قوية وأجنحتها طويلة بالنسبة لحجمها، كما أن معظمها ذو قوائم قصيرة مما يجعل السير صعبا بالنسبة لها. وتغتات طيور الطنان على رحيق الأزهار والحشرات الصغيرة، وقد تكيف منقاره الطويل لرشف الرحيق من الأزهار الأنبوبية، وهو يستخلص الرحيق من الأزهار التي تنتج رحيقا غنيا بالسكر، وإذا كان مستوى السكر دون 10% فإنه لا يكترث به. وتقوم طيور الطنان أيضا بتلقيح النباتات حين تتغذى على أزهارها. وأعداء بالغالب ما بس الضفادع، كمان الصقور والغربان. ولهذه الطيور ميزة هي أنها تستطيع الطيران إلى الخلف على عكس الشائع في الطيور، وهو الطيران للأمام. ويعيش الطائر الطنان حيثما وجدت الأزهار ذات الرحيق، وتقيم معظم أنواع هذه الطيور بشكل دائم في أماكن وجودها على مدار السنة. والطنان هو الطائر الوحيد القادر على تدوير رأسه دورة كاملة والطيران بشكل عمودي نحو الأعلى والأسفل وجانبيا وبالمقلوب، يعني بيكون ظهره للأسفل وبطنه للأعلى، كما أنه الطائر الوحيد القادر على الطيران العكسي باتجاه الوراء. والطنان بيبني عش صغير شبيه بفنجان، وعش الطنان مثل أعشاش كل الطيور الطنانة، تبنيها الأنثى باستخدام الطحالب وحشائش البحر وخيوط العنكبوت، وتضع الإناث من معظم الفصائل بيضتين، هما أصغر بيوض الطيور على الإطلاق، وتفقس البيوض بعد 15-20 يوم من الحضانة، وبتكون الفراخ عمياء عند فقسها، وتعتمد كليا على والديها من أجل الغذاء والحماية. والطيور الطنانة غيورة تماما على ممتلكاتها الخاصة. ومن أنواع الطنان الطنان الياقوتي الحنجرة، وهو طائر طنان صغير سمي بهذا الاسم نسبة إلى الرقعة الياقوتية الحمراء التي توجد عند حنجرة الذكر، ويتكاثر في شرقي الولايات المتحدة وجنوب كندا، ويهاجر في الخريف إلى أمريكا الوسطى والجنوبية وجزر الهند الغربية حيث يقضي شتاءه هناك. الطنان العريض الذيل، وهذا النوع متوسط الحجم وبيبلغ طوله 9 سنتيمتر، وجسمه طويل وأخضر لماع، وذيله داكن اللون، والأنثى أكبر من الذكر وذيلها أعرض من ذيله. الطنان العملاق، الطنان العملاق هو أكبر طيور الطنان، وبيبلغ طوله حوالي 20 سنتيمتر ووزنه بين 60 و 85 جرام. ويوجد الطنان العملاق في جبال الأنديز في غرب أمريكا الجنوبية على ارتفاعات 2000 ل 3000 متر فوق سطح البحر. طنان النحل، وطنان النحل
يعرف أيضا باسم الورور، بعيش بجزيرة الصنوبر في كوبا، وهو أصغر أنواع الطائر الطنان، ويصل طوله تقريبا لخمس سنتيمتر ووزنه أقل من أونصة واحدة. طنان آنا. طنان آنا هو أحد طيور الطنان المتوسطة الحجم، وله منقار قصير مستقيم وظهر أخضر معدني اللون وجوانب سفلية، وللذكر البالغ تاج أحمر مشع، أما الأنثى فلها تاج أخضر. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية موضوعنا، بتمنى يكون هالموضوع نال إعجابكم، انتظرونا في فيديو جديد، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسى الاشتراك بقناتنا، شكرا لكم.